هو قرار كويس جدا بالنسبة للناس اللي صاحبات الأماكن وكده والشغل، وإحنا كده يعني عاملين كل الإجراءات الاحترازية ومعتقدين مع شركة ونرش على طول، وجايبين حتى أزايز كحول حاطين على الترابيزات وكده، ومحافظين على التباعد، ومفيش حد ده برضه بيخش بالبيئة أو بيطلع بمقياس درجة الحرارة، وحاطين كل الإجراءات الاحترازية وربنا يستر علينا إن شاء الله. الناس كده يعني حابة تنزل برضه، وبقى لهم كتير وأربع شهور كتير كام في البيت، فالناس بتنزل برضه وكله برضه مخلي باله، والناس بتبقى قاعدة لابسين الكمامات ومخليين بالهم من نفسهم، وكده كده لما بيقعدوا في أي حتة في البيت بعد ما بيقوموا الترابيزات بتتعطل تاني. بس الوقت مناسب، الحكومة طبعا يعني عاملت معانا كل حاجة كويسة. إيه انت بعت حضرتك على اول يوم؟ والله الناس كلها يعني فرحانه بالمشوار ده، فرحانه بالقرار بتاع الدوله، وفرحانه بيه جدا يعني، ان هي اصلا كان يعني كله كان عنده نظام كفر في البيت بتاعه كلام من ده، وهم طبعا يعني الشعب كله فرحان. قرار الفتح ده قرار ممتاز، وحاجه برضه تخلي الناس تنزل تتفرج وتشوف دنيتها والدنيا تتحرك معانا مع الناس كلها. انت بعت حضرتك على اول يوم؟ والله انطباع كويس، الناس كلها نازله ايه، والناس كلها بتخرج والحمد لله تحت اي بند، والزبون بيجي اساسا بنزل الحراره مع حضرتك الجهاز يعني الجهاز اهو بنعطم له ايديه ويخش يتفضل في المكان اللي يريحه. في تباعد وكده؟ طبعا بين الترابيزه والترابيزه 100 متر اهو. قرار السيد رئيس الوزراء، واحنا بنتبع التعليمات بتاعت الحكومه. قرار الفتح نسبة البطالة كانت عالية، لو هو ما فتحش القرار كانت الناس دي برضه بقالها 3 4 أشهر قاعدين. ولما بنجرب قرار السيد رئيس الوزراء احنا بنجرب القرار وبنلتزم بالتعليمات الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا. أنا الصبح بيبدأ التعقيم بشكل كامل، وبين عندنا جهاز الحرارة بنقيس الكيس وهو داخل المطار حرارته يعني عامله ازاي، يعني لو حرارته فوق ال 38 بقول له مش هينفع تخش المكان حضرتك، ده قرار السيد رئيس الوزراء، ولازم نتعامل مع الجست بطريقه شيك جدا، حتى لو انا مش هدخله لازم نتعامل معاه بطريقه شيك جدا عشان ما بنوصلش لمرحله ان انت بتعمل كبت للناس. حتى النهارده نازل الناس عايزه تفك تخرج من الموضوع نفسه، ان هي قاعده في البيت بقالها 3 أشهر. فاحنا النهارده بنساعد بعضينا ان احنا نقدر نتعايش مع الموضوع، يعني هو الحكومه كلها والدوله كلها. انطباعك عن اول يوم؟ والله يعني الحمد لله في التزام من الناس وكده؟ في التزام، واحنا برضه بننبه، يعني في التزام واحنا بننبه، اللي هو داخل ما معهوش كمامه بنقول له حضرتك لازم تكون لابس كمامه حمايه ليك وحمايه للجسم وحمايه للمصطف وحمايه لكل الموجودين. شكرا. احنا عندنا الجيل والسبيرتو كل الاحتياطات الكامله عندنا، وعندنا جهاز الحراره، وعندنا جهاز التعقيم، هو من احدث الاجهزه التعقيم بنرش بيها بنعقم الدنيا كلها.